بعد توقف لأكثر من 5 سنوات، رئيس الحكومة يعلن استئناف أشغال مدينة الثقافة، أحد أكبر وأقدم المشاريع الكبرى المعطلة. المؤسسات التربوية تستأنف غدا نشاطها بعد عطلة الربيع، ووزارة الداخلية توصي بالحذر في الطرقات. القوات النظامية السورية تعلن سيطرتها الكاملة على تدمر الأثرية والقضاء على المئات من مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. نشرة الظاهر للأخبار، أهلا بكم. بعد توقف لما يزيد عن 5 سنوات، أعلن اليوم عن استئناف الأشغال في مدينة الثقافة لتكون جاهزة في جزئها الأول في أكتوبر من السنة القادمة. رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي اطلع على تقدم الأشغال في هذه المدينة شدد على ضرورة متابعة كافة المشاريع والبرامج الثقافية في مختلف الجهات. على مدى ما يزيد عن 5 سنوات توقفت فيها الحياة وبقيت مجرد تمثال عقاري يوشح قلب العاصمة، المار من شارع محمد الخامس تجذبه مدينة الثقافة الممتدة على أكثر من 9 هكتارات بمعمارها الذي وإن لم يستكمل فإن ما تبقى منه ما زال ينتظر الالتحاق بمكانه بعد سنوات من توقف الأشغال. تتالت الحكومات والوزراء وتتالت التصريحات بشأن مشروع المدينة المعطلة، ليعلن اليوم رئيس الحكومة الحبيب الصيد رسمياً عن قرار نفض الغبار عن هذه التحفة الفنية واستكمال الأشغال فورياً. في غضون 13 شهر معناها نصف نستغل الفضاء الثقافي الهام في تونس. هذا فضاء ثقافي طبعاً في تونس كذلك مشكلة، هو عنا برامج وعنا مشاريع ثقافية في كامل تراب الجمهورية والثقافة التامة على كامل تراب الجمهورية. توقف الأشغال منذ سنة 2011 انجر عنه تلف في عديد المكونات بالمدينة التي بلغت نسبة تقدم أشغالها حدود 70%. اللي فما بعض العديد من المكونات اللي يتصدد، معناتها ما تنجمش تخلي مكوناتها كمصدة، معناتها في الأشغال الهيكلية وفات 100%، وإحنا عنا أشغال الفينيسيون وإحنا نقوله والأقساط الفنية منها السوائل والكهرباء والسينوغرافيا. فضاءات عديدة من قاعات مسرح وأوبرا وفضاءات إنتاج وغيرها ستعمل عبرها وزارة الثقافة على تأمين برنامج وطني وجهوي خاص من التظاهرات. الفضاء هذا يزم بروغراماسيون أنوال، ما فيش شك، وفي الاختصاصات الكل، يعني في الرسم، في الفنون التشكيلية، في الكتابة، في الموسيقى، في المسرح. فنون، إبداعات ومبدعون ينتظرون استكمال الحلم الثقافي المقدرة كلفته الجملية بقرابة 76 مليون دينار في أكتوبر 2017 حتى يكتمل المشهد وتسوق الصورة. بمناسبة اليوم العالمي للمسرح تتواصل في الكاف تظاهرة 24 ساعة مسرح، تظاهرة تدخل دورتها عامها 15 بعروض تونسية وعربية متنوعة وأخرى أجنبية من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة. أجواء فولكلورية ولوحات راقصة جابت عددا من شوارع مدينة الكاف قبل أن تحط الرحالة بمركز الفنون الدرامية والركحية إذانا بانطلاق الدورة 15 لتظاهرة 24 ساعة مسرح دون انقطاع. الدورة هناك تقريبا مشاركات من عديد الدول عربية وأجنبية، وثم حتى مشاركات لأول مرة كما الهند والسودان وغيرها. الدورة تشهد عروضا مسرحية وفرجوية من تونس ومن 8 دول شقيقة وصديقة، عروض تتنوع فضاءات عرضها لتشمل هذه السنة فضاءات بولايات الكاف وجندوبة وباجة وسليانة والقصرين. في الحقيقة هي المرة الثانية التي أحضر فيها إلى تونس، وقد سعدت كثيرا بهذا المهرجان، خاصة وأني وجدت فيه ما يلبي انتظاراتي. يشاهد الجمهور المسرح دون انقطاع على مدار 24 ساعة
فهذا بحق هو تشريف لليوم العالمي للمسرح. وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث التي أشرفت على افتتاح هذه الدورة أكدت أهمية تشجيع الفعل الثقافي لكسب رهان ثقافة الحياة. ساعة فما مصارحة وفما علاقة الثقة، وقت اللي نحكيه مع بعضنا نحكيه خطر احنا عنا مجتمع باش نحميوه، عنا أولادنا، عنا مستقبل هالأولاد هذوما، وفما من خلال هذية فما دي فالور كولتوريل لازمنا نتفق عليها. حركية ثقافية متميزة تعيشها مدينة الكاف بمناسبة هذه التظاهرة التي تتزامن مع اليوم العالمي للمسرح والتي كرمت عددا من المبدعين. تستأنف غدا المؤسسات التربوية نشاطها، إذ بعد عطلة بأسبوعين يعود غدا طالب العلم لمقاعد الدراسة في المرحلة الأخيرة لهذه السنة التي شهدت الشروع في تنفيذ عدد من الإجراءات التي سيتواصل تنفيذها في السنة الدراسية القادمة. وكان ناجي جلول وزير التربية قد أكد في ندوة انتظمت أمس في العاصمة مواصلة مشروع الإصلاح التربوي والتصدي للانقطاع المبكر عن التعليم. عام الجاي عندنا السنة الأولى والسنة الثانية ابتدائي كتب جدد، مناهج جدد، نظام جدد. عام الجاي ثم زمن مدرسي جديد، مازال ربما بعض الفهم ناقص شوية، مثلا عودة برومي سبتمبر، معناها هذا كله نتيجة حوارات. عندنا عام الجاي تخفيف برامج الابتدائي لأن وصلنا 17 مادة. عندنا إمكانية الإنجليزية بالابتدائي تبدأ السنة الثالثة ابتدائي، امكانيه توا هذه فما المدرسه الرقميه مش تبدا، ثم يلزم يكون توا فريزم يكون توا قراه وشوف ما نجموش في برشا حوايج ربما يمكن تنس وزاره الفدراليه في النظام التربوي يلزمنا توافق. واعتبارا لكثافة حركة المرور والاكتظاظ الذي قد تشهده بعض الطرقات، دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى الالتزام بالسياقة المتزنة والتقيد بالسرعة القانونية. وحثت الوزارة في بلاغ نشرته أمس على عدم نقل ركاب على وسيلة غير مهيئة وتجنب السياقة في حالة تعب لضمان سلامة الركاب والحد من فواجع الطريق. كشفت وزارة الداخلية عن محتويات مخزن الذخيرة والمتفجرات الذي تم العثور عليه أمس في إحدى المناطق الريفية في بنجردان. ووفق بلاغ للوزارة فإن المخزن يحوي 4 أحزمة ناسفة، 4 عبوات ناسفة تقليدية الصنع شديدة الانفجار تستعمل ضد البنايات والسيارات، 27 عبوة ناسفة لاصقة، 9 قوالب من المتفجرات من نوع TNT، مخزنان تابعان لسلاح نوع كلاشينيكوف، 7 كواتم صوت تابع، 9 هواتف جوال معدة ومعدلة للتفجير عن بعد، 301 صواعق كهربائية من التي تستعمل في المتفجرات، و7 قطع تستعمل لتضخيم قوة التفجيرات. ووفق البلاغ ذاته تمكنت وحدات الحرس الوطني من العثور على المخزن إثر مواصلة الأبحاث والتحريات من قبل إدارتي مكافحة الإرهاب والاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني مركزيا مع المورطين في العملية الإرهابية الأخيرة بمعتمدية بنجردان، وبمشاركة الوحدات الجهوية للحرس الوطني في بنجردان والوحدات الخاصة بالكشف عن المتفجرات والذخيرة في إقليم الحرس الوطني بالمدنين، وبالتنسيق مع فريق من الهندسة العسكرية للجيش الوطني في مدنين. بعد معتمديتي تالا وجدريان تمت المصادقة مؤخرا على مشروع أمر حكومي يتعلق برفع صبغة الاشتراكية عن عدة أراضٍ فلاحية وتحويلها إلى أراضٍ خاصة في 8 معتمديات أخرى تابعة لولاية القصرين، إجراء استبشر به العديد من الفلاحين. أكثر من 41,000 هكتار هي مساحة الأراضي ذات الصبغة الاشتراكية التي يستغلها الفلاحون ب8 معتمديات تابعة لولاية القصرين، استغلال بقي محدودا بسبب عجز الفلاحين عن التصرف في هذه الأراضي. خرجنا 18 جينا تنأخذ الرخص، قالوا ما عندكمش حق في الرخص، ها هو الجرعة عطشان، ها هو 18 هو حبس، القروض ما واش عطونا وهي قاعدة مسيبة. أنا أكتشف لي زرع فوق من 600 عود، يكون جا عندي ما وعندي نظر حتى 1000 عود،
وبهدف إعطاء فرص أكبر لفلاحي هذه المعتمديات للتصرف في الأراضي ولتحريرهم من القيد العقاري المكبل لهم، صادق مجلس الوزراء في 9 مارس الجاري على مشروع الأمر الحكومي المتعلق برفع الصبغة الاشتراكية عن الأراضي الكائنة بال8 معتمديات. ما اللي نستنوا فيه؟ عندنا برشا نستنوا في الكلمة هذه. دار القانون فرحت، قلت خلي يجيوا يعطوني حقي وحجة ونتصرف في بلادي. مشروع الأمر الحكومي استثنيت منه الأراضي المعدة للرعي. المراعي هي لا متناهية الإشاعة وبالتالي تخلق لنا بعض النزاعات، وذي أكدنا أنه نبقي على الهياكل تتصرف في حدود المرعى وفض بعض الإشكاليات الأخرى. نأمل أنه في ظرف 5 سنوات الجاية باش يكون عندنا منعرج جديد في معنى تصفية الأوضاع العقارية دي ومعنى تسجيلها، وأنه المستغلات الفلاحية دي اللي كانت اشتراكية والتصرف فيها لا يكون بالترخيص، تأخذ معناها سندات ملكية ومعنى ورسم عقاري. وسيمكن هذا الإجراء الفلاحين من الحصول على شهادات ملكية ويساهم في إدخال كامل المنطقة في الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية. تشارك تونس في الدورة 23 لمعرض موسكو للسياحة والسفر بقرابة 70 من المهنيين وشركات السياحة والطيران، ويعمل هذا الوفد على التعريف بالمنتوج السياحي التونسي في هذا المعرض الذي يقصده نحو 1300 عارض من مختلف دول العالم. المشاركة التونسية تعتبر واحدة من أكبر مشاركاتها الدولية لهذا العام، حيث يتواجد الجناح التونسي في وسط فضاء المعرض، ما يعكس أهمية المعرض وتأثيره الإيجابي على موسم السياحة في تونس. المشاركة التونسية سنة مهمة جدا، جاءنا أكثر من 70 مهني في مجال السياحة من ممثلي وكالات أسفار وفنادق وكل مهتمين بالسياحة، وعددنا لازم يعني سنة باش إن شاء الله تكون الموسم السياحي يكون ناجح، خاصة على أثر الأزمة اللي شهدها القطاع في تونس السنة الفايتة. ويشارك بالجناح التونسي مجموعة كبيرة من الشركات التونسية وصلت إلى 60 شركة من مختلف المجالات والخدمات السياحية. عجل بي سنة في 2016 أن حسينا من خلال الاجتماعات اللي قمنا بها مع جميع متعهدي الرحلات أنهم عندهم استعداد ورغبة كبيرة في استرجاع النسق العادي للمبيعات على السوق الروسية. الحق المشاركة متاع السنة الحاجة الإيجابية فيها أنه حضور مكثف من المهنيين. السوق الروسية هي سوق استراتيجية بامتياز، وعليه لازمنا ندعمه النقل الجوي وما تابعه، باش تكون ثم خطة وطنية مندمجة لأن باش نقوموا بتدعيم معناتها وكالات الأسوار وتدعيم أصحاب النزل. وتجدر الإشارة إلى الإقبال الشديد على المعرض، حيث يزوره ما لا يقل عن 30,000 شخص، ما يدفع المشاركين إلى التركيز على عملية الترويج لمقومات البيئة الفريدة التي تمتاز بها تونس. يعد معرض موسكو الحدث التجاري الرائد في قطاع السياحة والسفر، والذي من خلاله يسعى المشاركون ومن بينهم تونس لاكتشاف فرص استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الروس. رياض مصطفى، التلفزة الوطنية التونسية، موسكو. في الشأن السوري، استعادت القوات النظامية السورية اليوم سيطرتها الكاملة على مدينة تدمر التاريخية ومطارها والجبال والتلال المحيطة بها بعد 3 أسابيع من المعارك التي وصفت بالأعنف من نوعها والتي خلفت مئات القتلى في صفوف ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية إنها أحكمت السيطرة على مدينة تدمر ومطارها بعد سلسلة عمليات واسعة تمت بإسناد من سلاحي الجو السوري والروسي، مضيفة أنها سيطرت كذلك على الجبال والتلال المحيطة بالمدينة، وذلك بعد 3 أسابيع من المعارك. عملية أكدت قيادة الجيش السوري أيضا أنها قضت خلالها على عدد كبير من مقاتلي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، قدره المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي أكد الخبر بنحو 400 مقاتل، مشيرا إلى سماع دوي إطلاق نار في الجزء الشرقي من المدينة صباح اليوم. من جهتها، أفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق بأنها نفذت 40 طلعة جوية فوق مدينة تدمر في الساعات الماضية، ضربت خلالها نحو 160 هدفا من أهداف التنظيم الإرهابي الذي أجبر على الانسحاب إلى معاقله شمال وشرق سوريا في بلدات استخنوار
والرقة ودير الزورة. وتعمل وحدات الهندسة العسكرية على إبطال مفعول العشرات من القنابل والألغام التي زرعها التنظيم داخل المدينة. تدمر أو لؤلؤة الصحراء كما تصنفها اليونسكو لكنوزها الأثرية ومعالمها التاريخية كانت سقطت بين أيادي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في مايو الماضي، فدمر أبرز معالمها الأثرية ومنها معبدان يعودان إلى 2000 عام، ما أثار قلقا دوليا كبيرا، ويعد تحريرها ضربة كبيرة لهذا التنظيم الإرهابي. وفي اليمن خرج أمس 10,000 من اليمنيين إلى شوارع العاصمة في مظاهرات لإحياء الذكرى الأولى للحرب التي تقودها السعودية على اليمن. سنة تمر مخلفة حصيلة ثقيلة من الخسائر عما قاتل أزمة الإنسانية في هذا البلد. الذكرى الأولى للحرب في اليمن بين تحالف تقوده العربية السعودية وبين الحوثيين لم تكن مجرد مناسبة، خرج خلالها آلاف اليمنيين لشوارع العاصمة في مظاهرة شعبية، بل هي أيضا أرقام. فقد قتل أكثر من 6,200 شخص منذ دخول التحالف الحرب في محاولة لمنع الحوثيين من السيطرة على اليمن بالكامل وإعادة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى السلطة، وهو الذي أتيح به بعد سيطرة قوات الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014. وبعد 6 أشهر تدخلت قوات عربية تقودها السعودية لدعم أنصار هادي، وذلك بإعلان الحرب على الحوثيين. ويأتي نزول الآلاف إلى الشارع اليمني قبل وقف لإطلاق النار ومحادثات سلام من المقرر أن تعقد الشهر القادم برعاية الأمم المتحدة، محادثات استبقها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح حليف الحوثيين بظهور مفاجئ عرض خلاله غصن زيتون، وأبلغ أنصاره أنهم يمدون يد السلام الذي وصفه بسلام الشجعان لإجراء محادثات مباشرة مع النظام السعودي دون عودة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي أكدت أن الحرب شردت أكثر من 2,000,000 شخص وتسببت في كارثة إنسانية في هذا البلد. وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أعلن الأسبوع الماضي أن الأطراف المتحاربة اتفقت على وقف الأعمال القتالية بدءا من منتصف الليل في 10 أفريل، تليه محادثات سلام في الكويت، وذلك في إطار دفعة جديدة لإنهاء الصراع إثر جولتين فاشلتين من المحادثات العام الماضي. ورغم مرور عام على الحرب في اليمن، ما زال الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء، في حين يتمركز الموالون لهادي في ميناء عدن بجنوب البلاد. في العاصمة البلجيكية بروكسل تم إرجاء مسيرة تضامنية كانت مقررة عن اليوم للتنديد بالتفجيرات الإرهابية التي استهدفت مراكز حيوية الأسبوع الماضي. في الأثناء ومع تواصل التحقيقات حول المشتبه فيهم، ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن المدعين في بروكسل وجهوا اتهامات لرجل آخر بالانتماء لجماعة إرهابية. حقق المرشح الديمقراطي بيرني ساندرز فوزا كبيرا على منافسته هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ألاسكا وواشنطن وهاواي. وقد أظهرت النتائج تقدم ساندرز على كلينتون في آخر ولاية من الولايات الثلاث، إذ تقدم ب 71% على الأقل من الأصوات في هاواي. في أخبار الرياضة، التأمت في المرسى منافسة النسخة الثامنة من تظاهرات خطوات الميغارا لنصف الماراثون بمشاركة أكثر من 6,000 متسابق من مختلف الجنسيات والفئات العمرية. المسافة كانت 21 كيلومترا فضلا عن سباق المرساوي الذي يمتد ل5 كيلومترات وكانت فيه المشاركة مفتوحة للعموم. أول حاجة محلها تونس هكي مجموعين في حاجة كما هكي لسبور هو أعز حاجة، هذه سيما كاتريام ماراثون تاع ليبولي. ننصح لي جون الكل باش يبعدوا على توسكي دخان توسكي توسكي اخزر محلاها بلادنا. اللي من العادات نتاع التوانسه اللي باش يوليو في كل عام في شهر مارس يخرجوا يعملوا يساهموا في في الباركور هذايا باش ينشطوا مدينه المرسى
رياضيا، ويلزمنا احنا كلنا نساهموا باش ندعموا الرياضه هذه. هذه معناها صوره نحبوا نوجهوها للعالم الكل، ورساله اللي كون تونس بلد امان وخير وعلى الناس الكل. هل لما هذه ما تنجم تكون الا عندها صوره واحده، يد في اليد الناس الكل، توانسه وحتى ضيوف اجانب، نعطي صوره لتونس راهي البلد الامن، راهو البلد الرياضي، البلد المثقف. هذه تونس العصريه، تونس اللي تجمع الناس الكل، تونس اللي تسعى وتغنو الى غد افضل، فيه كل امل، كل سلم، كل محبه، وهذا دور الرياضه اللي تجمع بين الناس في سلم وامن ومحبه. وفي كرة القدم العالمية، انقاد المنتخب الألماني إلى الهزيمة من نظيره الإنجليزي في اللقاء الدولي الودي الذي جمعهما أمس، وتغلبت بولونيا على فنلندا، فيما دعم أديلايد يونايتد مركزه ثانيا في ترتيب الدرجة الأولى الأسترالية. كان أمس الملعب الأولمبي ببرلين مسرحا لمواجهة من العيار الثقيل جمعت المنتخب الألماني بضيفه الإنجليزي الذي قلب تأخره بثنائية نظيفة إلى فوز ساحق بالثلاثة في عقر دار المانشافت الذي انقاد إلى هزيمة مفاجئة. وإن كان الإطار وديا غير أنه يعني الكثير بالنسبة إلى منتخب الأسود الثلاثة الذي عانى الإحباط طوال السنوات الأخيرة، ليقطع ولو إلى حين مع الفشل الذي ظل يلازمه بعد سنوات بريقه منذ عقدين وحتى قبل ذلك. غير أن البسمة عادت للإنجليز الذين تمكنوا من قلب الطاولة على أبطال العالم بعد تأخر بهدفي كل من توني كروس وماريو غوميز عندما قلص هاري كين الفريق في الدقيقة 61، ثم تمكن مواطنه جيمي فاردي وبطريقة استعراضية من إدراك التعادل في الدقيقة 75 قبل أن يحرز لاعب توتنهام إريك داير هدف الفوز أواخر المباراة. وبملعب سلاسكا وروكلاف لم يجد المنتخب البولوني أي صعوبة في اكتساح ضيفه الفنلندي بخماسية نظيفة تداول على تسجيلها كل من غروشيسكي في الدقيقتين 18 و85، وباول في الدقيقتين 20 و66، وستارزينسكي في الدقيقة 32. وللدرجة الأولى الأسترالية، حيث دعم أديلايد يونايتد رصيده في المركز الثاني مقلصا الفريق إلى نقطة وحيدة بينه وبين المتصدر بريسبين راور بعد الفوز الكاسح بأربعة أهداف مقابل هدفين على ضيف سنترال كوست مارينرز المكتفي ب 13 نقطة أسفل الجدول، فيما رفع أديلايد يونايتد رصيده إلى 43. في الختام إليكم تذكيرا بالعناوين. بعد توقف لأكثر من 5 سنوات، رئيس الحكومة يعلن استئناف أشغال مدينة الثقافة، أحد أكبر وأقدم المشاريع الكبرى المعطلة. المؤسسات التربوية تستأنف غدا نشاطها بعد عطلة الربيع، ووزارة الداخلية توصي بالحذر في الطرقات. القوات النظامية السورية تعلن سيطرتها الكاملة على تدمر الأثرية والقضاء على المئات من مسلحي ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.